خوي پروردگار فرمي الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. هر لم نور اللعبدا هم الدنيا تاركستانية بهوي ظلم مستمر تاريكيك كدلي انسان روحي انسان فكري انسان روشناي نابينت يا اكتر يعني ريغي الراس نادوزيتو نتواني حركتك على سري لبروا مجالي تزكيه كانسانيه لبش حيوانيتكي دابر نزيتو بقدرت اسك بقات عالمي ملائكه باكو جوانو برزو بلندو بي نبي تنها پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ما مصایتی آیا دبرو کز ناتوانه دوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لیرا تعطیل بکا بلکو پیغمبری خواه لناو شاری مکا لو خلق عواما لو خلق نفاما او ما صحابه گوره گوره دروس کرد او یک خاله کتر لکاری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اما یک ها افرمی لتخرج الناس من الظلمات الى النور بچی بو قرآنه بم قرآن في غمري خاص صلى الله عليه وسلم إيما لتاركستاني لقناه خرابا لغلطه شر آجاو خيان رشتنه فساد بأخلاقي در معنى هنات أما أن خلال تسر يجي نور أما مهامي كاري في غمري خاص صلى الله عليه وسلم ومهامي كاري شون كوتواني في غمري خاص صلى الله عليه وسلم بأمتكان حتى رجي قيامت أو كاري دوهم كاري سهم لآيات اكتراف فرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دو كاري تري في غمري خالم آية تاعي. فرمي في غمري خالم ناردو تا إي وفيري خا بارستيبكا يعني إي ملا عبادت مانا أبي سيري في غمري خابكي. لقال أواه شون لعبادت مانا سيري في غمري خابكين أبي لما يترش سيري في غمري خابكين واجتنبوا الطاغوت. لبروا پیامی پیغمبران و پیامی پیغمبری خوشویس من صلی الله علیه و سلم اسلامی پیروز قرآنی پیروز سنتی پیغمبری خوا هرگیز هرگیز لگل ظلم و استمانات وانه یک هنگاو بنه.